كبيرة المرفأ، احنا بدينا انه نقول احنا ما نتعصب على حساب القبيلة او كذا، نتوحد من اجل الوطن وبناء الوطن والسلام علينا. نعم أكيد، ودائما الشعراء كانوا حاضرين في مثل هذه السحنات المختلفة صحيح. والعادات والثقافات والتقاليد والإرث المختلف في السودان والجميل والمميز، كتبوا ما كتبوا عن أشعار للسودان الوطنية للتوحد، لأنه كلنا نكون إيد واحدة في وطن واحد، وده بيحصل حاليا يمكن صحيح. يعني شويعات، وكل العالم وكل السودان ينتظر التوقيع للسلام والبيتيم اليوم في جوبا. كل هذا الشعراء كان عندهم دور كبير جدا في انهم يؤثروا بمفرداتهم الجميله في 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 مثل هذه الاحداث المهمه جدا في البلاد. داخل الاستوديو في فقره شعريه خاصه معنا الاستاذ الشاعر احمد حسين. اهلا ومرحبا بك احمد حسين، كيف حالك؟ ما غنيت عشان شهرة ولا غنيت عشان الغاب، بكيت بشعار كون أحمد حسين يا ناس، وليه أرض الوطن حباب عليه بلد الدويم شبيت، بلد فيها الحنين منساب وبدرس هندسة البدري قسم مدنية رفتي وساب، هناك في بربر الطيبة ومكان الجامعة في القدواء بصيلة وطيبة. عرفت نفسك تماما. مرحبا طيب يا احمد. يا استاذه ومرحبا بك استاذ حمزه، مرحبا بكل الساده المشاهدين، وسعيد اليوم سعاده اني اكون معاكم في صباح الشروق، ان شاء الله تكون فقره مميزه. ان شاء الله. ما غنيت عشان شهره، وانت غنيت ونظمت شعرك عشان تعايش قضايا المجتمع ودعاليه في محيطك برضو، انت الديامه طبعا تحيي كل اهلنا في بحر ابيض بالتحديد الدويم، منبع العلم والمعرفه، تأثير المنطقة لجانب آخر وكمان معايشة لظروف حياتهم وعكسها من خلال شعرك أنت أو معظم قضاياهم هناك. فعلا الطبيعة لها دور كبير، والبيئة برضو لها دور كبير في حياة الشاعر، زي ما قالوا الشاعر ابن بيئته. يلا تستمد الحياة دي من الطبيعة زائد وجود الموهبة عندك. طيب أنت قلت ما غنيت عشان شهرة، غنيت عشان تعالج قضايا المواطن، تلامس وجدانه وتعبر عنه من خلال الشعر. كيف بتقدر تعالج قضايا المواطن سواء كان انسان ولايه النيل الابيض وانسان السودان، لانه الهم واحد والوجع واحد يعني. طيب عندي قصيده حقول لكم ان شاء الله، اللي هي بتاعت اسم الديوان عليها حوش المدرسه، اسمها حوش مدرسه، حقول ان شاء الله رغم اني قلتها كثير لكن بحاول بصورة كبيرة جدا. لكن برضو الدراسة لها تأثير، يعني أحمد ما بين الشعر ودراسة الهندسة أو الهندسة. والله فعلا يا أخي، رغم أنه الهندسة مجال صعب ومحتاج تركيز وكده، لكن دائما الواحد بيحاول يوفق بين زمنه في الدراسة في الشغل في كتابة الشعر. طيب نتكلم يعني شعر. التوفيق قبل ما نتكلم شعر، التوفيق مرات يعني أثناء المذاكرة والدراسة يعني بيكون في فكرة معينة، لأنك تكتب حاجة معينة، قاعد تستجيب للرغبة دي ولا بتقول لا أنا أحسن نواصل دراستي وأرجع، أو بتدي نفسك بريك يعني تمشي تكتب الشعر الحاجة في راسك وترجع تاني من جديد؟ لا والله بكتب طوالي لأنه اعتباره منفس. بكتب وبرجع للمذاكرة. تتنفس شعرا أثناء المذاكرة يعني نقدر نقول. نعم. تنفس الآن في الصباح الزاهي الجميل ده. سمعنا حاجة. طيب دي رسالة للأستاذ ملك الطنبور محمد النصري، وقول له سلام يا النصر كيف حالك؟ وكيف الخلة والأحباب؟ وكيف حال الشمال يا أخي؟ عوافي إن شاء الله يا الأرباب. وكيف طنبورك السحري؟ بشوفني قريش وشحة وغاب، تعال راجع كفاك رحيل، تعال أيامنا سودة خراب بدونك، فاقد للمعنى وتعال أملانا بالإعجاب، تعال غني لنا في عزة وفي البلد الصبح مسروب، تعال غني لنا في نيلنا عن الطورية والواسوب، تعال غني لنا يا إنسان وأصدح بغناوات شوق، تعال
غني لنا يا إنسان وأصدح بغنى وأتشوق، عشان أنت العلاج عندك ومنطين السماح مخلوق. تعال صبرية باكية شديد، معاها أماني والعابرات، معالي للغلابة شكن وقولي نقلل السفرات، وسيب سكك الرحيل وارجع. تعال سبارك والكاميرات كتير، مشتاقة للطل تمثل العابرات. احنا والله بنرسل رسالة شكر ومحبة ممزوجة بلوم بالنسبة للفنان عن نصر غياب وعن الساحة الفنية اللي شكل فراغ كبير جدا. هي دعوة من خلال أخونا أحمد حسين، وكمان صوتنا بنضمه لكل جمهور الفنان الكبير القامة محمد النصري، الساحة مفتقداك يعني. مباشرة لمشاركاتك أنت، يعني احنا بنتكلم عن المشاركات العامة اللي بيكون فيها نوع من التنافس حتى يصل الشخص إلى مرحلة أبعد في الشعر. تكلم عن مشاركاتك وأنت حزت على يعني كأس الشعر العامي ودوبيت من خلال مشاركتك في دورة الجامعات بشندي. فعلا شاركت في عدد من الدورات المدرسية، لكن زي ما بقولوا دي اعتبارها معتمدة، لكن شاركت في دورة الجامعات في جامعة الشندي منافسة القطاع الشمالي. حرزت المركز الأول في الشعر العامي بقصيدة اسمها ارتحال، وتاني شاركت في دورة الجامعات الموسم اللي بعده في جامعة دنقلة، لكن غيرت اللونية بتقديم إذاعي، وبرضه حرزت الحمد لله المركز الأول في التقديم الإذاعي. شاعر ومقدم وكله ماسك مواهب عديدة. طيب أحمد، يعني ماذا عن الشعر العامي والفصيح والدوبيت عند أحمد الديامي تحديدا؟ أساسا أنا بديت كتابة الشعر شعر عام نصوص عادية، انتقلت من الدويم إلى نهر النيل اللي هو الجامعة، فشنو لقيت أغلب الشعراء بيتكلموا عن الدويم. طبعا أحمد، يعني الشعر في حد ذاته جميل والفقر أجمل، لكن أنا بعتذر منك وإنت هتحب الحاجة دي معنا، لأنه إحنا كلنا سافر حاليا لجوبا وكلنا عارفين ما يدور حاليا في جوبا من لحظات مهمة جدا.